بل احنا صدنا علاقتنا مهمه. بس هو جانب شخصي مو سياسي. اي هو اتفق وياي بالقطار على شيء، انه اذا استلم السلطه الوزاره الاولى والثانيه نائب رئيس وزراء، الثالث ثاني رئيس وزراء ويفك رئاسه الوزراء عن رئاسه الجمهوريه. هاي الك. اي بعد ثالث وزاره، ايش قد طول الوزاره ما اتفقنا. زين. وقال انت يعني صفقه، انت رئيس وزراء باعتبارك بصراحه بعثي قديم شيعي مؤهل. اي